نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ستون إنجازا هو ما أعلنته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي على وسائل الإنترنت لعام 2019، أبرزها تحسين الأحوال المالية للآئمة والعاملين بالوزارة، إنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية، التوسع في مشروع سكوك الأضاحي، عمارة المساجد بين البناء والصيانة والإحلال والتجديد، الإسهام في مجال خدمة المجتمع. كل ما سبق وغيره من إنجازات نستعرضه بتفاصيل أكثر في هذا البرنامج. الإشراف على بيوت الله ورعايتها التامة لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل كمركز للإشعاع الديني، أهداف وضعتها وزارة الأوقاف نصب أعينها على مدار السنوات الماضية. وخلال عام 2019 بخطوات متسارعة جاءت خطط الوزارة لترتكز على أمرين مهمين بالتوازي: تبصير الساجد وفي ذات الوقت إعمار المساجد. تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من 550 مسجدا بتكلفة تقدر نحو 500 مليون جنيه، وتم فرش نحو 1100 مسجد بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه. الحقيقة كان في ظاهرة، كان في بعض المساجد والزوايا تحمل أسماء ذات دلالات أيديولوجية لبعض الجماعات أو رموز هذه الجماعات، تم تغيير هذا، وكان حوالي نحو 516 مسجد تم تغيير أسماءها إلى أسماء غير مؤدلجة لا تحمل دلالات لأي جماعة. تم ضم حوالي 560 مسجدا ضما دعويا. تم عمل كبير في مساجد آل البيت بصفة العامة، سواء من حيث إعادة الفرش أم التجهيزات أم الصيانة. قامت وزارة الأوقاف بتصميم نماذج عصرية تليق بالحضارة المصرية والعمارة الإسلامية بمساحات وتصميمات مختلفة تناسب، منها ما يناسب القرى ومنها ما يناسب المدن، لكن في النهاية كلنا شكل وسمت معماري. سلاح تعليمي جديد أتت به الأوقاف من أجل غرس القيم لدى النشء والشباب وتحصينهم من الفكر المتطرف. فتوسعت الوزارة في افتتاح مكاتب تحفيظ القرآن والمدارس العلمية. تم افتتاح 370 مدرسة قرآنية جديدة ليصل عدد المدارس إلى 1130 مدرسة قرآنية تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم والعناية بالقرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم وتحصين الناس والشباب من أن تتخطفهم أيدي الجماعات المتطرفة. ولإعداد جيل متخلق بأخلاق القرآن مهتد بهديه، الأوقاف تعطي للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم أهمية بالغة، تشجيعا لأبناء الأمة الإسلامية بالالتقاء والتنافس على مائدة القرآن. المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نطورها عام بعد عام، والتي نشرف دائما أن تكون معاي سيادة الرئيس حفظه الله، والتي يتفضل سيادته بتكريم أو إلى تشجيعا لحفظة القرآن وأهل القرآن والفهم الصحيح للقرآن، لأننا نجعلها ليست في الحفظ فقط وإنما في الحفظ والتفسير، وهي من أقدم وأهم المسابقات العالمية في حفظ القرآن الكريم. ومع مراعاة مستجدات العصر، الأوقاف تقوم بترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى 18 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، ونشرها داخليا وخارجيا عبر موقع الوزارة وبالتعاون مع الوطنية للإعلام. تم ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة، تبث مسموعة ومرئية ومقروءة ب 18 لغة وتلقى صدى. وبنشكر الهيئة الوطنية للإعلام على ما تبث عبر الإذاعات والقنوات الموجهة، ونتلقى تقارير تفاعلية عالية حول بث خطبة الجمعة من خلال البرامج والإذاعات الموجهة. وفي خدمة المجتمع، الأوقاف تسهم مع وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 300 مليون جنيه من أجل مشروع حياة كريمة. كذلك
المساهمة من أجل بناء مدارس بالمناطق الأولى بالرعاية وبحسب شروط الواقفين. شروط الواقفين منها ما هو مخصص لعمارة المساجد، ومنها ما هو مخصص لنشر الدعوة، ومنها ما هو مخصص للبر العام. والبر العام متسع لكل ما فيه مصلحة الوطن وفق ترتيب الأولويات. مبالغ منظومة سكوك الأضاحي بالأوقاف لعام 2019 تحتل المرتبة الأولى دونما السنوات السابقة بتحقيق العائد الأكبر من بيع السكوك، ما تمكن من الوصول بلحوم الأضاحي لمعظم الأسر المحتاجة على مستوى محافظات الجمهورية. من العلامات المهمة جدا في الجانب الاقتصادي وجانب خدمة المجتمع مشروع سكوك الأضاحي الذي تطور من 32 مليون جنيه في السنة الأولى إلى 48 مليون جنيه في السنة الثانية إلى 62 مليون جنيه في السنة الثالثة إلى 105 مليون جنيه. وفرت 1105 طن لحوم أضاحي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. قضية بناء الوعي والتحضير لمؤتمر الشأن العام الذي نادى به السيد الرئيس، وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية يستعدون بجلسات تحضيرية للمؤتمر تشمل المجالات كافة. انطلاق لشراكة واسعة في قضية بناء الوعي، سواء بقى مع وزارة الثقافة كمشروع، مع وزارة التربية والتعليم، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة الشباب والرياضة سواء في القافلة التعليمية أو في الندوات التثقيفية، مع الهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة، وجلسات الحوار الوطني التي أقيمت تحضيرا لمؤتمر الشأن العام الذي وجه به سيادة الرئيس، وأقمنا عدد هائل من جلسات الحوار الوطني أدى إلى زيادة الوعي بهذه القضية بمشاركة كبرى المؤسسات الإعلامية والصحفية وبتغطية واسعة من الهيئات الوطنية للإعلام ومن الصحافة. أخيرا، تحسين الأحوال المادية للأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف باستمرار أبرز توجيهات الرئيس، ويحظى عام 2019 بالتنفيذ. بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، تم رفع بدل صعود المنبر بتحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة بواقع 600 جنيه للأئمة الحاصلين على الليسانس، 800 جنيه للأئمة الحاصلين على الماجستير، 1000 جنيه للأئمة الحاصلين على الدكتوراه، إضافة إلى 100 جنيه كبدل زي تصرف في شكل زي للإمام بواقع 1200 جنيه سنويا بإذن الله تعالى. وليد هيكل، التلفزيون المصري.